ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أهلا بك سيد محمد العربي معنا. ما حقيقة اتجاه بدوي للاستقالة؟ تحياتي لكم المشاهدين الكرام. احتمال كبير جدا أن يطيحوا به على أساس تقديمه وكأنه كبش فداء إذا شئنا للمطالب المتصاعدة من ضرورة رحيل ليس فقط رموز النظام كما يريد البعض أن يوحي وإنما رحيل النظام، لأن هناك مغالطة ما بين الرموز والنظام. في الحقيقة الشعب الجزائري يطالب بتطبيق المادة 7 و8 من الدستور، وهي التي تعيد الكلمة للشعب ليختار نظام مدني حقيقي، تكون دولة مدنية وليس مدنيين بواجهة عسكرية. قد يطيحون به، لكن هذه على قول الإنجليز too little too late. هذه خطوة محتشمة ومتأخرة جدا، لأنه هذا المطلب عندما كان في أفريل الماضي بعد رحيل أو الإطاحة بعبد العزيز بوتفليقة والمجموعة التي كانت جزء منهم كانوا معه، كان لو أطاحوا بهذا وبما يسمى برئيس الدولة كان ممكن أن يكون هذا مؤشر جيد جدا. لكن بعد 6 أشهر تقريبا، يعني الآن كم من شهر 4 إلى شهر 9، 5 أشهر والناس تطالب برحيله وهو وابن صالح. الآن الناس رفعت من مطالبها وأصبحت المطالبة برحيل قايد صالح قائد الجيش، لأنه هو الحاكم الفعلي للبلاد، ورحيل الجنرالات الذين معه. المتظاهرين يقولون بصرح العبارة بعبارة جنيرو على بوبيل، بمعنى جنرالات إلى المزبلة، وبقيام نظام مدني، ويقولون الانتخابات مع العصابات. هذا الموقف الحقيقة تجذر، لأنه كان هناك تلاعب وكان هناك محاولة لخداع الشعب، ويبدو أن الشعب واضح أنه لن يخدع.